وهنرجع تاني للعلمين ونعرف بقى من محمود جميل آخر الأخبار والفعاليات اللي بتحصل هناك على أرض العلمين الجديدة من قلب المهرجان. مساء الفل عليك والله على كل اللي بيحصل وراك ده، احكي لي أكتر يا محمود. مساء الخير عليك يا بسنت وعلى كل السادة المشاهدين، برحب بيكم من مدينة العلمين الجديدة. خلينا أقول لك الأول، إحنا كلنا مستنيين مهرجان الطعام الحقيقة، ومستنيين نشوف بقى المفاجآت والحاجات الحلوة والأكلات الحلوة اللي هتكون موجودة في مهرجان الطعام. فكلنا طبعا في انتظار المهرجان اللي هينطلق يوم الجمعة من مدينة العلمين الجديدة. خليني بقى أنقل لك الأجواء الحلوة الجميلة اللي موجودة دلوقتي في المنطقة الترفيهية. من خلفي طبعا فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، واللي بتقدم عدد من الفقرات الشعبية الجميلة. والحقيقة يعني أنا مش قادر أوصف لك كم الحضور اللي موجودين، من الأسر، من الأطفال، من كل الناس اللي موجودة ومبسوطة بالأجواء الجميلة اللي موجودة في مدينة العلمين الجديدة. ويعني أنا عايز أسيبك مع الصورة الأول شوية ونشوف الفرقة اللي موجودة، فرقة بورسعيد والرقصات الاستعراضية اللي بيقدموها، وكم الحضور والإقبال اللي موجود على المنطقة الترفيهية. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي كل الناس موجودة، يمكن حالة الانبساط الجميلة، حالة الفرحة والبهجة اللي موجودة. يعني يمكن دلوقتي في فقرة خلصت وهيدخلوا في فقرة تانية، فالحقيقة في أجواء مبهجة، في أجواء مبهجة جميلة موجودة في المنطقة الترفيهية، بيستمتعوا بكل الفقرات الجميلة اللي موجودة. النهاردة في عدد كبير جدا يا بسنت من الفعاليات اللي موجودة. يمكن احنا دلوقتي بنشاهد فرقة بورسعيد للفنون الشعبية، لكن احنا على مدار اليوم النهاردة كان في عدد كبير من الفعاليات المهمة اللي موجودة في المنطقة الترفيهية. خليني أبدأ معاكي طبعا بالفعاليات الرياضية. النهاردة هو يوم رياضي بامتياز، كان في عدد كبير جدا من الفعاليات الرياضية وحضور قوي جدا لوزارة الشباب والرياضة، وطبعا ده في إطار التعاون اللي بيأتي ما بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. كان في مشاركة بعدد كبير جدا من الفعاليات والمجالات. خليني أبدأ ببعض المبادرات الرياضية اللي كانت موجودة النهاردة. أول حاجة المجسمات الرملية. المجسمات الرملية دي مبادرة طبعا بتطلقها وزارة الشباب والرياضة عن طريق تجميل الشواطئ اللي موجودة، وطبعا مفيش أجمل من إن المبادرة تتواجد النهاردة في مدينة العلمين الجديدة وضمن فعاليات مهرجان العلمين. كل الشباب اللي كانوا مشاركين في المبادرة بيجسدوا بعض المجسمات بالرمل، فالحقيقة كانت مبادرة جميلة جدا، والحقيقة الشباب كانوا مبسوطين بوجودهم في المبادرة دي، وان هم يستمتعوا بالشواطئ الجميلة وبحالة الجو الجميلة اللي موجودة في مدينة العلمين الجديدة. النهاردة كمان شفنا المبادرة الخاصة بالجيم الخشبي او صالة الالعاب الرياضية، لكن الخشبية اللي هي يعتبر يعني بذكية نظيفة للبيئة، ملائمة يعني الخشب. فكان في النهارده المبادره دي موجوده الحقيقه، ودي لاول مره بتكون موجوده في مدينه العلمين الجديده وهي صديقه للبيئه، فده نوع جديد من انواع الالعاب الرياضيه اللي كانت موجوده النهارده، وكمان كل الناس كانت مستمتعه بوجودها. كمان النهارده على الملعب الخماسي في كره القدم كان عندنا كاس مهرجان العلمين لمراكز الشباب. من بدايه مهرجان العلمين الجديده واحنا كان عندنا تعاون كبير جدا ما بين وزاره الشباب والرياضه والشركه المتحدة للخدمات الإعلامية، وكان في بعض المشاركات من مراكز الشباب المختلفة، فعشان كده النهاردة مراكز الشباب كانت مشاركة بعدد كبير من الفرق الخاصة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكان في طبعا منافسة جديدة جدا بين اللعيبة، ولكن هم كانوا مبسوطين ان هم موجودين وبيشاركوا في البطولة دي في مدينة العلمين الجديدة. وطبعا البدل كان في منافسة جديدة جدا في البدل، ووجود حوالي أكتر من 80 فريق تحت رعاية الاتحاد المصري للبادل اللي بتبدأ النهاردة ومستمرة لحد يوم السبت. والحقيقة كانت أجواء منافسة وأجواء جميلة جدا في ملاعب البادل. طبعا النهاردة
كان في مشاركة كبيرة جدا وتعبير قوي عن دعم مصر للقضية الفلسطينية من خلال زيارة وزير الإعلام الفلسطيني بصحبة قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. والحقيقة النهاردة كان في تأكيد كبير جدا من قيادات الشركة المتحدة على دعم الشركة وعلى دعم مصر للقضية الفلسطينية من خلال أن العلم الفلسطيني يرفرف بجوار العلم المصري، وأن 60% من أرباح المهرجان هتتجه طبعا للأشقاء في قطاع غزة. وده اللي أشاد به طبعا وزير الإعلام الفلسطيني، وأكد على دعم مصر للقضية الفلسطينية وعلى مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء كانت المواقف السياسية اللي بتدعو دايما لوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، أو حتى بالمواقف المساعدات الإنسانية اللي بتتجه لقطاع غزة. والنهاردة كمان يمكن شفنا عروض الدبكة الفلسطينية المميزة اللي كانت موجودة بصحبة أوركسترا الشباب والرياضة اللي قدموا فلكلور فلسطيني جميل. والحقيقة الناس كلها النهاردة كانت مستمتعة بأن القضية الفلسطينية موجودة معانا طبعا، وبنعبر عن دعمنا للقضية الفلسطينية، بالإضافة أن كان في عروض جوية جميلة جدا بيرفرف العلم المصري بجوار العلم الفلسطيني. فالحقيقة النهاردة كان في مشاركة كبيرة جدا من أعضاء فرقة الدبكة الفلسطينية اللي كانوا مشاركين، والفعاليات مستمرة معانا طبعا، خاصة بكرة الخميس هيكون في استكمال لبطولات البدل. هيكون عندنا دوري الساحل للسيدات، ودي هتبقى مشاركة ومنافسة كبيرة جدا موجودة هنا في المنطقة الشاطئية في مدينة العلمين الجديدة. خلينا أقول لكم كمان أن يعني احنا بنلاحظ دلوقتي الأجواء الجميلة والإقبال من مختلف الفئات اللي موجودة في المنطقة الترفيهية. كمان احنا عندنا الشاشة اللي موجودة اللي بتعرض طبعا مباريات سواء الأولمبياد أو دلوقتي السوبر الأوروبي اللي شغال. فالحقيقة خدمة مجانية بتقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لكل الزائرين ولكل رواد مهرجان العالمين الجديدة. يوم بعد يوم بيزيد الإقبال على مهرجان العالمين، وخاصة على المنطقة الترفيهية. يمكن أنا شايف على مرمى البصر بعض الأطفال اللي بيلعبوا بالعجل بالسكيت، بكل الأنشطة الترفيهية اللي موجودة هنا في مدينة العالمين الجديدة. فالحياة في حالة استمتاع كبيرة جدا، ودي الميزة في مهرجان العالمين، وهو تنوع الفئات أو تنوع عفوا الفعاليات، سواء الفعاليات الرياضية أو حتى الفعاليات الفنية. فرق وزارة الثقافة من مختلف الأصول الثقافية على مستوى الجمهورية اللي بتشارك. يمكن شفنا امبارح فرقة الغردقة، وأول امبارح شفنا فرقة المنيا للفنون الشعبية، والنهاردة فرقة بورسعيد للفنون الشعبية. بكرة كمان هتستمر معانا الفرق دي الخاصة بوزارة الثقافة، وده التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. يوم الجمعة طبعا بيستعد للانطلاق الكبرى لمهرجان الطعام، وعندنا حفلة مسار إجباري وحمزة نمرة وطبعا سعاد مسي، وهيكون عندنا كمان انطلاق مهرجان نبتة. يمكن النهاردة كنا بنتابع وضع اللمسات الأخيرة لمهرجان نبتة لاستقبال كل الأطفال، ويمكن طبعا الفنان أحمد أمين أعلن عن الورش اللي هتكون على مدار 3 أيام 15 و17 و18، وهتكون موجودة طبعا في المنطقة الترفيهية. كل العائلات وكل الأسر يقدروا ان هم ييجوا بأطفالهم ويستمتعوا بكل المحتوى اللي هيتقدم للأطفال، سواء كانت مسرحيات، سواء كانت بعض الورش القيادية للأطفال، أو حتى بعض الورش الخاصة بالفنون التشكيلية. النهاردة كمان وزارة الشباب والرياضة كانت مشاركة بقطاع الفنون التشكيلية، كان في رسومات حلوة جدا بتعبر عن مدى التضامن المصري الفلسطيني تجاه القضية الفلسطينية. وكمان في بعض المشاركات من طلاب الجامعات اللي بيجسدوا المناظر الجميلة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة، بيجسدوها بإبداعهم طبعا وبرسوماتهم في الفن التشكيلي. بالإضافة أن احنا عندنا مستمر برضو رحلات اليوم الواحد من قبل الجامعات أو من قبل كمان ووزارة الشباب والرياضة. فالحقيقة الرحلات دي مازالت مستمرة علشان تشارك في مهرجان العالمين الجديدة. بالإضافة كمان أن احنا عندنا
اليو ارينا طبعا اللي هتستقبل بعض الحفلات اللي جايه يوم الجمعه، زي ما قلنا حفله مسار اجباري وحفله حمزه نمره. الممشى السياحي كمان اللي لازال بيشهد حاله من الاقبال الجماهيري من مختلف الفئات ومن مختلف الاعمار وكمان من مختلف الجنسيات، ويمكن كنا بنتابع من يومين تردد كبير من الجنسيات الاجنبيه على احد الشواطئ اللي موجوده في مدينه العلمين الجديده. فالحقيقه الشركه المتحده واداره المهرجان قدرت ان هي تخلق تنوع كبير جدا في فعاليات مهرجان العلمين الجديده، سواء كانت رياضيه او فنيه او ثقافيه. ويمكن الحقيقه الاقبال اللي موجود على المنطقه الترفيهيه بدا يكون موجود يوم بعد يوم بيزيد، ويمكن زي ما احنا شايفين بعض العروض اللي بتتقدم وحاله التفاعل الجميله اللي موجوده بين كل الحضور والتفاعل المميز الحقيقه، يعني حاله جميله، حالة مبهجة، فقرات ما بتنتهيش، فرصة لكل اللي لسه ما جاش مدينة العلمين الجديدة يقدر ان هو يجي ويستمتع بكل الفعاليات اللي هتكون موجودة لحد يوم 30 أغسطس، ويقدر يستمتع بكل الأجواء الجميلة سواء بالشواطئ سواء بالممشى السياحي النورث سكوير وكل الخدمات الجميلة الحلوة اللي موجودة فيه. فالحقيقة في تنوع كبير جدا وفي تعاون بين كل المؤسسات المختلفة وما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علشان يتم تقديم كل الفقرات الفنية المختلفة. احنا عندنا كمان على المسرح الروماني وعندنا المدينة التراثية بتشهد عدد كبير من الحفلات الفنية، شفنا عرض الليلة الكبيرة وشفنا فرقة رضا وبعض كمان فرق الأندر جراوند والراب اللي بيكونوا موجودين طبعا في المدينة التراثية وعلى المسرح الروماني، وفي مشاركة جماعية كبيرة جدا. امبارح كان في كورال لجامعة الإسكندرية موجود في المدينة التراثية وعلى المسرح الروماني، ففي مشاركة من كل المؤسسات على مختلف الأنشطة في مدينة العلمين الجديدة. وبالتأكيد يا بسنت هنتابع معاك يعني كل الفعاليات اللي الحقيقة ما بتتوقفش في مدينة العلمين الجديدة، ويعني أجواء جميلة وأجواء مبهجة، وأكيد هنستمر معاكي في نقل الفعاليات. برجع لك مره ثانيه يا بصراحه. انا عاجبني قوي يا محمود طبعا يعني العرض اللي وراكم السمسميه البورسعيديه، وعاجبني جدا الحضور المتفاعل جدا مع العرض. بشكرك يا محمود مره ثانيه.